المرأة الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إيفت البياض. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضاً في عين نفسها. أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة عندنا حلقة خاصة جداً، عنوان الحلقة المرأة الفاضلة والكلمة الحلوة. قد إيه الكلمة الحلوة ليها تأثير؟ ليها تأثير على حياتنا وعلى بيوتنا وعلى السماء وعلى الأرض. عارفين لما نتكلم الكلام اللي فيه بركة، كلام الله، الكلام الإيجابي، السماء بتتفتح علينا بالبركات، بنعيش كما في السماء كذلك على الأرض. صدقوني الكلام اللي بننطقه سلبي بيفتح علينا أبواب جهنم، لكن الكلام اللي بنتكلمه فعلا يكون كلام ربنا وكلام إيجابي وكلام مفرح، ونفكر ونتكلم بما هو صالح وبما هو جليل وبما هو مسر، بنعيش السماء على الأرض. يا ترى أنت النهاردة عايزة حياة سعيدة مع جوزك؟ عايزة بركة في بيتك ومع عيالك؟ عايزة بركة في علاقاتك؟ بركة في شغلك؟ تعالوا النهاردة نتعلم مع بعض إزاي نمارس استخدام الكلمات الحلوة ويبقى أسلوب حياة، مش بس حاجات بنقولها وبنعملها شوية وننساها. وعلشان ما ننساهاش، إيه رأيكم في الفكرة دي؟ نشوف أصدقاء قريبين لينا أو أزواجنا أو حتى أولادنا أو اللي بيشتغلوا معانا، ونقول لهم بكل محبة أنا بفتح نفسي ليكم، ولو خدتوا بالكم ولقيتوني إن أنا بتكلم كلام فيه سلبية وجهوني وقولوا لي، وأنا هفرح مش هتضايق بكده. بالطريقة دي هتبني نفسك وهتبني حياتك وهتبني مستقبلك، وبركة هتعم عليك وعلى أجيالك. ضيف الحلقة النهاردة القسيس صفا ويليام، راعي الكنيسة الرسولية في المنيا. باركنا بحلقات جميلة، وأنا بتعلم منه كل يوم من ساعة ما جه، مفيش في بقه غير الكلمة الحلوة. أهلا بيك يا حضرة القسيس. أهلا بيك يا أخت إيفت، نشكر رب الحمد. ما عندكش كلام غير كلام حلو؟ لازم حياتنا تكون بحياة الكلمات الإيجابية الحلوة، لأن الرب وصانا بكده. والكلمة الحلوة على فكرة بتبني حاجات كتير، بتبني حاجات كتير. والله هعلمنا النهاردة في الحلقة دي كيف أكون شخص بقدم الكلمات الحلوة، كيف يكون بيوتنا مبنية على الكلمات الحلوة، كيف تكون زوجاتنا والمرأة الفاضلة، وإحنا بنتكلم في برنامج المرأة الفاضلة، يكون الكلمة الحلوة هي الكلمة اللي موجودة في بوجها على طول. أمين أمين, أمين. طب أنا عايزة أديلك بقى إيه مثل. اتفضلي. معلش أنا اللي هقولك المثل. اتفضلي. أنا شايفاه فيك في الساعات الأخيرة اللي أنا شفتك فيها. أنت لسه واصل ما بقالكش كام ساعة؟ كام؟ 14-15 ساعة؟ تقريبا كده. وجاي في سفر 8 قد إيه؟ قد إيه بالترانزيت؟ 24 ساعة، وقبلها كان في يوم لما اتحركت من المنيا، يعني داخل على اليوم الثالث وبداية اليوم الرابع كده، مفيش نوم. نشكر رب، الرب صالح. وقاعد معانا زي الفل، بنسجل زي الفل بتركيز بابتسامة. كل ما اسالك اخبارك ايه يا قسيس، قول لي انا في بركه، وهنكمل في البركه باسم يسوع. امين باسم يسوع. بالكلمه الحلوه. بالكلمه الحلوه. أمين. شوف يعني يسوع. انت تعبان، ضروري جسمك تعبان، ضروري جسمك بيقول لكن لسانك بيقول بركه بركه، والرب هيكمل البركه. وده اللي احنا عايزين الرب يزرعه في حياتنا في الايام ديت وفي بيوتنا، الكلمه الحلوه. طب انت تعودت على كده ازاي؟ أبويا ربنا يخلي لينا عودنا على الحتة دي. قال يا ابني الكلمة الحلوة هي اللي باقية، الإنسان بيجي ويروح لكن بتفضل الكلمة الحلوة. ولو بيوتنا اتبنت على الكلمة الحلوة يا أخت إيفت، الدنيا هتتصلح في حياتنا كتير جدا. خلي بالك إن الجالب اللي بيتبني، الجالب اللي بيتبني ما بيعملش صوت، لكن الجالب اللي بيتخلق هو اللي بيعمل صوت. تعلمت في حياتي ان انا اكون شخص ابني ما هدمش، ابني ما هدمش. كونك تحط كلمات تشجيع بكلمات حلوه تبني بيها اخرين، ده هو اللي الله طالبه مننا
ان احنا نكون اشخاص مشجعين لاخرين عن طريق ايه؟ الكلمه الحلوه. يعني انت اتعلمت دي بالقدوه؟ بالقدوه من ابويا. من باباك؟ اه. طب ولو في حد بابا ما كانش بيقول له كده وما ترباش في بيت بالطريقه دي وعاش حياته سنين طويله نيجاتيف وسلبي، هل في امل فيه للتغيير؟ الفرصه موجوده والنهارده. امين. النهارده امين. حياتنا هتتغير، لساننا هيتغير. عارفه يا اخت ايفيت، كلمه اللسان ذكرت في كلمه الله مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، 173 مره. في العهد القديم فقط ذكرت 147، وفي العهد الجديد 26 مره. ايه ده؟ ده الله عايز يغير حياتنا. سفر الامثال اصحاح 18 بيقول عباره خطيره، بيقول ان الموت والحياه في يدي اللسان. في يدي اللسان، وده يمكن اللي هنتكلم عنه النهارده، ان في ثلاثيه جميله الرب حاططها على قلبنا، ان هناخد اللسان وتشبيهاته، واللسان وامراضه، واللسان وعلاجه، عشان يطلع ويطلع في النهايه الكلمه الحلوه. امين امين. وفعلا ده عارف يا حد القسيس، يعني يسوع لما مشي وراح لقى شجره التين ما فيهاش ثمر، بكلمه واحده لعنها وانتهت. انا فاكر مره في حلقه كنت جبتي فكره الرز، وكيف لما كانوا بيتكلموا عليه استحاله حد يفكر في كده، كلمات ايجابيه الدنيا اختلفت تماما. وده اللي الله يطلعنا من الحلقه دي كزوجات وكازواج بيسمعونا دلوقتي، وكاولاد وكامهات وكاباء، الله يطلعنا كيف يتغير لساننا من كلمات سلبيه لكلمات ايجابيه، وهي هنا هتكون الكلمه الحلوه اللي بيطلبها الله بيننا. امين. احنا عشان عدنا الكليب ده كذا مره بتاع الرز، لكن انا فعلا بشجع كل مشاهدينا يدخلوا على اليوتيوب ويكتبوا الرز والماء، الكلمات وتاثيرها على الرز والماء، هيلاقوها هيتشجعوا. وشارت مع ناس كتير عشان البركه تملا ارضنا وبيوتنا وكنايسنا وحياتنا. فعلا. اتفضل حل القسيس. اول حاجه الرب هيكلمنا فيها عن اللسان وتشبيهاته. في رساله يعقوب اصح 3 في 4 تشبيهات للسان. بيتكلم عن اللسان بدايه انه زي اللجام بتاع الفرس. ويذكر في يعقوب هذه الكلمات، يقول لك هوذا الخيل نضع اللجم في افواهها لكي تطيعنا فندير جسمها كله. معقوله؟ فرس كبير جدا لجام صغير يعرف يديرها. الخيل الجامح اللي بيعرف يديله هو اللجام، ولساننا بالظبط جسم كبير جدا الوحيد اللي بيقدر يقودنا، سواء كانت كلمات سلبية أو كلمات إيجابية، هو اللسان. لكن الأكثر من كده بيذكر برضو في يعقوب، بيشبهه بدفة السفينة، وبيقول هو ذا السفن وهي عظيمة بهذا المقدار تديرها دفة صغيرة. لسان الصغير دوت بيقود هذا الجسم الكبير. وتشوفي واحدة تقول فلانة ديت كلماتها حلوة وكلمات إيجابية، أنا عايز أقعد معاها، نفسي أتعلم من كلامها وحديثها. واحدة تانية لا، صعب، لسانها صعب، بتقول كلمات سلبية وبتجرح الآخرين. اللسان النهاردة هو اللي بيغير العملية. في يدي اللسان الموت والحياة. سفينة كبيرة جدا بيقودها دفة صغيرة. لكن رقم 3 نار قليلة وقود يحرق. وفي مثل بيقولك ان معظم النيران من مستصغر الشرر. يعني شرارة صغيرة بتعمل حرايق كتيرة، بيت كبير يولع، ده من عود كبريت اترمى غلط، عقب سجارة جه في حتة غلط. وبالظبط لسانة يا اختي فات، يعني عارفة مرات يبقى البيت جميل وقاعدين زي بعض والدنيا حلوة، لكن كلمة تطلع، كلمة ولعت الدنيا، وتلاقي الدنيا بقت حريقة، وممكن بيوت بتصل الى انفصال عند هو الكلمة. هو يقول كلمة هي ترد عليه بكلمة، هو كلمة هي ترد عليه، الدنيا خلصت. بيوت بتنهدم، أولاد بتتشرد عن طريق كلمة صغيرة. عشان خاطر كده يعقوب بيشبهه بنار قليلة. لكن التشبيه الرابع والختامي في تشبيهات اللسان برضه في رسالة يعقوب، سم مميت. بيقول لك هوذا اللسان سم مميت وهو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا، في يعقوب 3:8. عبارة عن صمتي، مرات صمتي بيقتل فيه الكبير، صمت سم بيقتل فيه الكبير. يحصل ازاي الكلام ده؟ اصل هو ده اللسان، حاجات صغيره لكن بتعمل حاجات كبيره جدا. في الاربع تشبيهات دول بيعرفنا ان خلينا اغير حياتي، سواء كان لجام، سواء كان دفه، سواء كان نار صغيره، سواء كان سم مميت، يا رب خليني اغير حياتي.
علشان لساني يتغير ويبقى كل اللي في لساني هو حاجة واحدة بس، الكلمة الحلوة. أمين أمين. عارف حد الأسيس مهمة قوي إن إحنا نسيب الجو نضيف. يعني مثلا زي ما أنت كنت بتقول كلمة واحدة تولع الدنيا، ما تسيبوش الدنيا مولعة وتمشوا. يعني افرض إن ده حصل، خلي آخر كلمات بتتقال هي كلمات تطفئ النار، صح، كلمات سماوية، كلمات إيجابية. أروح أعتذر، يعني فعلا أنت قلتها تشبيه جميل جدا، كلمة واحدة ولعت حريقة في البيت. لا، تعالي وقولي أنا أسفة عن الكلمة اللي قلتها، والكتاب بيقول احمديها، الجواب اللين يصرف الغضب، يصرف الغضب. بس كلمة واحدة، كل الغضب اللي حصل حتى لو جيت شوية على نفسك، معلش أختي يا فاضلة، النهاردة الكلمة الحلوة هتبني بيوتنا، مش هتهدم البيت. بالظبط، هتبني البيت. دي تشبيهات اللسان. يا سلام يا سلام، دي نصيحة يعني to save marriages. ممكن إنها توفر حالات طلاق نسب كبيرة جدا، وتخلي زواجنا في حالة آمنة. بالظبط، الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة ما بتخلصش على فكرة، الكلمة الحلوة جميلة. بالزبط، بتبني بيوت كتير، احنا محتاجين الكلمة الحلوة في بيوتنا. ايه رأيك نطلع فاصل ونرجع؟ أمين. مرة تاني. أمين في اسم يسوع. أمين أمين في اسم. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع لكم مرة تاني، والمرأة الفاضلة والكلمة الحلوة. النهاردة الفيسبوك وسيلة اتصال سريعة، بيعرفنا أخبار بعض. أحب أعرف أخباركم وتعرفوا أخباري. هتلاقوني على صفحة برنامج المرأة الفاضلة أو صفحة إيفات البياضي. ربنا دعانا أننا نبني جيش يحارب بالصلاة، ونقوم بحركة صلاة عالمية. بدعوكم أنكم تكونوا جزء من هذا الجيش اللي يغير العالم. رسلونا على pray@mfadila.org. كمان تقدروا تبعتوا لنا طلبات الصلاة على نفس الإيميل pray@mfadila.org. قد إيه لما نتكلم كلام ربنا هنفرح وهنعيش السماء على الأرض. طب تعالوا نشوف إيه أعراض اللسان المريض. بيتكلم الكتاب عن أمراض كتيرة في اللسان اللي ربنا هيغيره النهاردة من كلمات سلبية لكلمات إيجابية، عشان يبقى لغتنا في البيت هي لغة الكلمة الحلوة. في أمراض كتيرة في الكتاب المقدس عن اللسان، لكن خلينا أذكر 10 بس، مش هنطول عن 10 بس. واو. 10 بس وصغيرين، يعني نذكر على الأقل الآيات. أول حاجة مرض الكذب. الكتاب بيقول لك لا تكذبوا بعضكم على بعض، الكلام ده في كلوسي 3:9، لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ قد خلعتم الإنسان العتيق. فمن فضلك يا أختي، العلاقة الصراحة علاقة جميلة. والكتاب كمان بيقول، واخويا كمان، اشكرك، وما فيش كدبه بيضه وكدبه سودة، المسيحيه ما فيهاش ابيض واسود، لان الكتاب بيقول ان في النهايه مش هيكون في كدابين في ملكوت السماوات. اوعى تقول لي زغنطوطه انا بعمل حاجه، لا، ما فيش الكلام ده عند الرب. لكن المرض الثاني الحلفان، لا تحلفوا لا بالسماء ولا على الارض، يعقوب 5:12، لا تحلفوا البتة، ما فيش حلفان. انا محتاج ان يكون بيتي فيه الكلمه الحلوه وما يكونش فيه حلفان، خلاص هو بيصدقني وانا بصدق، لان في علاقه ثقه. لكن الحاجه الثالثه التسرع في الكلام، كثره الكلام لا تخلو من المعصيه. وده اللي حصل مع بطرس لما تسرع وقال له، فتح صدره وقال لك انا واغفر، لا لا لا، من فضلك بلاش تتسرع في الكلام. ودي فيها طلب حكمه كمان. اشكرك، كل يوم نطلب حكمه من ربنا، يا رب ادينا حكمه من النهارده. من يعوز حكمه يطلب حكمه. يطلب. اشكرك. 4، الكلام السلبي. يذكر الكتاب في مزمور 52 وعدد 2، لسانك يخترع، لسانك هو يخترع مفاسد. رقم 5، الإدانة. عارف الكتاب بيقول ايه؟ لا تدينوا لكي لا تدانوا. الموضوع ده انا عايز اقف عنده ثواني. مرض كبير من امراض اللسان موضوع الإدانة. ما يقعدوش اتنين مع بعض، وفي مجتمعنا الايماني والكنسي، وفلانة عملت وفلانة جابت وفلانة ودت، والخادم الفلاني عمل وزوجته عملت، وتبدأ إدانة. أنا مين عشان أدين؟ من فضلك أنا بتكلم لقلبك دلوقتي، وقلبك وانت قاعد بتسمع، أنا مين علشان أدين الآخرين؟ مرض من أمراض اللسان. الكتاب واضح جدا، لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأن بالدينونة اللي بتدين بيها هتدان بيها، ما يزرعوا حصاد. زي ما أنا بتكلم على حضرتك، هيجي وقت وانت تتكلمي بطريق هو كده،
زرع وحصاد. واحنا لما بنتكلم الكلام السلبي بنملى الدنيا بنملى كانه واحد ماسك كده ايه سم محطوط مثلا في بودره وينشر ويروح نشره. كل الناس بتشم السم ده او بيدخل فين تستنشقه. فدي حاجه صعبه جدا. لكن ممكن ان احنا ريفرست او نغيرها ازاي؟ ان احنا ممكن نروح نعتذر للشخص. ممكن النهارده لو اتكلمتي على حد ولا ادنتي حد ولا حكمتي على حد واكتشفتي والروح القدس انبك، روحي قولي لها او قولي له: انت عارف انا اسفه، انا حكمت عليك وما كانش ليا الحق ان انا احكم عليك. انا يعني الاسبوع اللي فات في حد انا حكمت عليه حكم لمده طويله، والشخص ده هو الروح القدس ابتدى يأنبني وابتدى يقول لي: انت حكمتي على الشخص ده وما كانش لازم انك تتدخلي في الموضوع ده من الاول. فطب يا رب اعمل ايه بعد السنين الطويله دي؟ كلمي، ارفعي سماعه التليفون واطلبي الشخص ده وقولي له: انا اسفه، انا اتدخلت في حاجه مش بتاعتي. وفعلا عملت كده، بصيت لقيت الشخص التاني على الخط التاني كان بتبكي وبتقول لي: انا سامحتك وانا مش شايله منك ومش متضايقك ومش متضايقه من اللي حصل، انت كان غصب عنك. لكن ساعتها انا حسيت زي ما تكون هدوء في نفسي وفي روحي، وكان السما اتفتحت عليا. نبتدي نقول لرب: يا رب لو في اي حاجه معطله الجو وانا بنشر سم من غير ما باخد بالي، تعالى يا رب واكشف لي. وساعتها ناخد اكشن، نعتذر، نروح نطلب السماح من الرب والسماح من الشخص. تهمد اكيد، كان واحد بيحط ميه على تراب. اشكرك لاجل التشبيه الجميل دوت. من ضمن امراض اللسان في زرع الخصومات. في سفر الامثال 6:17 بيقول الكلمه دي: سته يكرهها الرب وسبعه مكرهت نفسه. سته يبغضها الرب وسبعه مكرهت نفسه. رقم سبعه بقى مكرهت نفس الرب، يقول لك ايه؟ زارع خصومات بين اخوه. واحد يتكلم فلان دوت المفروض بيحصل كذا كذا، فدي زرع خصومات بين اخوه الرب بيكرهها. سبعه الكلام الرضي او الباطل، يقول لك لا تخرج كلمه رضيه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان. يا رب تعالى ابنينا يا رب. افسس 4:29 شهاده زور، لا تشهد على قريبك شهاده. كل ده بالبوج، كل ده باللسان شغال. لكن رقم تسعه التذمر، أجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم. يوحنا 6:43. وآخر حاجة كلام السفاهة، اسلكوا في المحبة. وهو بيتكلم بعد كده يقول لك: وسيبك من كل حاجة حتى كلام السفاهة والهزل التي لا تليق. أفسس 5:4. 10 أمراض من أمراض كتيرة في اللسان. رب النهاردة عايز أقول لك أترك الأمراض عشان أعرف أعالجك بالكلمات وكلام الحلوة. السوء وكلام السوء أمراض كتيرة كتيرة كتيرة، لكن العشرة دول كموديل أو كمثال. رب النهاردة عايزنا نعرض ونعرض عن أي أمراض في حياتنا بتطلع من أفواهنا، ويبقى كلامي صالح وللبنيان باسم يسوع. يعني يمكن أنا أكون في بلد والحكومة اللي فيها ملخبطة وبتعمل كل الأمور الغلط، أبتدي إن أنا أتكلم: يا رب اديهم حكمة، يا رب غير طريقة تفكيرهم، يا رب أنت أمرت على شعبي بالسلام. إحنا محتاجين إن إحنا نصلي لسوريا ونصلي لمصر ونصلي للعراق ونصلي للبلاد التعبانة اللي فيها مشاكل كتير، ونبتدي نتكلم عليها بدل ما نتكلم عليها بالسوء وبدل ما نتكلم عليها باللعنات. وإمتى اليوم اللي هنخرج فيه؟ إمتى اليوم اللي مش عارف إيه؟ لكن نتكلم عليها بالبركه. لما رحت الاراضي المقدسه حد القسيس، فوجئت كل تاكسي اركبه يقولوا: احنا هنا هون في ارض السلام، احنا هنا في ارض الموعد. حتى لو صعب في حروب، بالرغم في حروب، في ضرب، في عدم امان، في نيمت، كله موجود، لكن يقول: احنا هنا في ارض الموعد، احنا هنا في ارض السلام، احنا هنا في ارض البركه، احنا هنا في الارض اللي ربنا هيباركنا فيها. قد ايه فرقت معايا ليك المجد يا رب. حسيت فعلا انها ارض بركه. الكلمه الحلوه بتغير بالزبط. امور كتيره، وده اللي الرب عايزنا نعمله في الايام الحلوه ديت. امين امين. ايه رايك نطلع فاصل تاني؟ امين. ونرجع نتكلم عن علاج اللسان. امين في اسم أمين. يسوع. امين امين. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مره تاني مع بعض. لما نتكلم كلمه الله بجراءه
الكلمات بتكون مليانة بالروح القدس، لأن دي كلمة الله. كلمة الله لما بنتكلمها بتكون مشحونة بقوة الروح القدس. بنشوف مثل للكلام اللي بنقوله ده في أعمال الرسل 2 وعدد 37، لما بطرس ابتدى يتكلم كلمة الله بجراءة، الناس اللي كانت بتسمع اتلمست في قلوبها. الكتاب بيقول إنها الناس نخست في قلوبها، وكنتيجة إن الناس عرفت الرب وقبلت يسوع كمخلص شخصي ليها. عشان كده علينا إن إحنا نعلن بلساننا كلمات الله. ابتدي قول الآيات، ابتدي قول المواعيد، ابتدي تكلم بكلمات الله. أنت هتتغير، والجو اللي حواليك هيتغير، والناس اللي حواليك هتتغير. هتتملي بالتشجيع، هتتملي بالفرح، هتتملي بالإيمان. ليه؟ لأنك أنت استخدمت السلاح اللي معاك، إنك تتكلم بفمك بكلمات الله. يا سلام لما نتكلم بكلام ربنا، يا سلام لما نتكلم بكلام الله، كلام السماء. فعلا فعلا يا جماعة، إحنا ممكن زي ما الكتاب بيقول في الصلاة الربانية، كما في السماء كذلك على الأرض، كما كلام السماء اللي بيتقال في السماء بنردده على الأرض، بنعيش السماء على الأرض. يا أسيس نعالج اللسان إزاي؟ لو إحنا بنبص بالفكر السلبي، الناس يقولوا عشان نعالج اللسان خلاص، ما قالوش علاج ده، نقطعه. يعني خلاص بص لسانك اقطع، لكن لا، مش هو ده العلاج. ولا ساعات الام لما تتغاظ من ابنها ولا بنتها، ايوه انت هتسكت ولا اقطع لسانك؟ بالظبط كده، بالظبط. لكن العلاج الحقيقي في ثلاث كلمات من كلمه الله. العلاج الحقيقي ان انا اصونه، الحاجه الثانيه الجمه، الحاجه الثالثه اوجهه. اصونه، الجمه، اوجهه. اصون لساني في مزمور 34 وعدد 13 يقول لك ايه؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالكذب. ده اللي الرب عايزه. الرب عايزني أول ما أشوف حاجة يبقى لساني لسان عفيف، الكلمة الحلوة بس هي اللي تطلع منهم. أتجنب الكلام الجارح اللي يجرح الآخرين. أنا أجرحه ليه؟ في حتة تعلمتها وأنا صغير يا أخت إيفت، إني قبل ما أطلع الكلمة، جدي برضو قال لي الكلمة دي، قال لي دور الكلمة في بوقك. عارف يعني دور الكلمة في بوقك؟ لا. أقول لك أنا يعني بدل ما تطلع كلمة تجرح اللي قدامك، استنى وفكر فيها شوية، ما تخليهاش تطلع بسرعة. وده اللي الرب عايزه فينا، صن لسانك عن الشر، ما جرحش الآخرين. أنتقي الألفاظ، عارف أن اللفظ ده هيجرحك، لا، أستثني اللفظ ده وأروح مطلع الكلمة الحلوة الناحية التانية. وده اللي الرب عايزه. يعني يا أسيس ده في كلمات قاتلة. الكتاب كان بيتكلم لا تقتل أخوك بكلمة. الكلمة، ومن قال لأخيه يا عبد، كلمة عبد ديت يو اللي مستوجب الحكم والمستوجب النار جوان. ايه ده؟ الكلمة، كلمة زي ما قلنا ان ممكن كلمة تولع بيت وبيوت تخرب وأزواج تنفصل وبلاد، وبلاد بكلمة. ما يلا الإنسان ده كله عبارة عن كلمة. مش خاطر كده حلقة النهاردة جميلة، ان انا اغير كلمات السلبية وأكون كلماتي كلمات الكلمات الإيجابية، الكلمات الحلوة. لكن مش أصونه بس، أصونه ألجمه. الكتاب بيتكلم في جامعة ثلاثة، للسكوت وقت وللتكلم وقت. زي ما كنا بنتكلم من شوية، أعرف إمتى أتكلم وإمتى أسكت. لكن في آية فارقة جدا معايا في حياتي، في أمثال 25 وعدد 11 يقول لك إيه؟ تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. دي الكلمة الحلوة بقى. إمتى أتكلم الكلمة الحلوة؟ لما تكون في محلها، في وقتها. يبقى أصونه، ألجمه. لكن مع الاثنين دول في حتة ثالثة وأخيرة، أوجهه. يعني أوجهه؟ يعني أدير الحديث مش بالكلمات. أنا ممكن أكون قاعد مع حد والحد دوت ألاقيه بدأ يتكلم عن حد أو يدين حد أو يتكلم كلمات سلبية عن حد، أروح أنا موجه الحديث بسرعة. كان في خادم قسيس سافر المجد راح السماء، في السماء. والقسيس دوت ناس كتيرة تعرفه، كان اسمه القسيس سامي لبيب، بتاع كنيسة المسيح في قبة الهواء. كنت معاه قبل ما يسافر المجد، رحنا نزور واحد. وبعدين احنا قعدنا، كل واحد بدأ يتكلم، واحد مريض، فعلى بالك ما يطلع من جوه عشان نسلم عليه، احنا قعدنا كنا تقريبا 6 7 وقعدنا.
فكل واحد منا بدا يتكلم عن الغلا والمعيشه والبلد والظروف. راحوا قال لهم لا، من فضلكم انا عايزين نعمل حاجه مختلفه. فاحنا كلنا سكتنا. ايه؟ قال انا هقول ايه، وبعد ما اخلص الايه بتاعتي اللي بعده يقول ايه، وبعد ما اخلص الايه يقول ايه. وجه الحديث بطريقه ايجابيه، وبدا ما كنا بنتكلم عن امور سلبيه عن الحياه والدنيا والوضع، بدينا كنا نتكلم في الامور الايجابيه. دي الكلمه الحلوه أوجههم. مش خاطر كده، في نصيحة صغيرة بسيبها لكل زوجة، لكل زوجة ولكل رجل بيسمعنا، لكل زوج. من فضلك وإنت في حياتك وإنت بتصون لسانك وبتلجم لسانك وإنت بتوجه لسانك، في أمور تخلي بالك منها. انتقي الألفاظ، ودي فكرة جميلة جدا. إمتى أدي الكلمة الحلوة؟ في الوقت المعين. الحاجة الثانية، أحترم الآخرين. وحضرتك بتتكلم انا استنى. ودي حلوه. يعني لو الزوج والزوجه في البيت، هو بدا يتكلم وهي بدات تتكلم، بدات الدنيا ترتفع والاصوات تعلى، لكن ايه المانع ان احنا ندي فرصه لبعض؟ اسمعها وتسمعني. اهو دي حاجه من الكالتشر الغلط. أشكرك. ثقافه خاطئه في بلادنا. اشكرك. حتى اتفرج على التلفزيون دلوقتي كلهم بيتكلموا في حوارات الوقت. حوارات مفتوحه على الهواء وناس كبيره، وكله بيتكلم وصوت بيعلى ومحدش بيفهم حد، ودينا ما بتبقاش حلوه، حاجه تكسف. ما ده صعب في الموضوع، لان احنا محتاجين الكتاب بقى بيعلمنا. عشان خاطر كتابنا ده جميل قوي، بيعلمنا الحته ديت. احترم الاخر، احترام الاخر مش فارق معايا وانا داخل معاه في حوار هو صغير ولا كبير اطلاقا، لكن انا فارق معايا ده الاخر. انا بحترم الاخر وبقول الكلمات الحلوه الايجابيه. لكن الحته الثالثه والاخيره، لا تقاطعه. ما تقاطعوش. سيبه يتكلم، بعد ما يخلص اتكلم انت. فالثلاث حاجات دول، انتقي الالفاظ، احترم الاخر، لا اقاطع الاخر، ده بيديني نموذج رائع ان انا اقول الكلمه الحلوه، وشيء رائع ان انا اتكلم في الكلمه الحلوه. قبل ما اسيب الحته ديت، بصلي من قلبي ان بيوتنا تتحول من الكلمات السلبيه الى الكلمات الايجابيه، واعرف ان الموت والحياه هو في يدي اللسان، واعرف ان الجواب اللين يصرف الغضب، ولو ده حصل لا تغرب الشمس على غيظكم. أمين أمين. شكرا جزيلا على الوقت الرائع بارك. والدرس اللي يفتح السماء علينا فعلا فعلا، ويجيب البركة علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا. ألف شكر يا حضرة القسيس. أحبائي النهاردة، لو ما فيش أي حاجة تقدروا تفتكروها في أي برنامج شفتوه في السنين اللي فاتت كلها، افتكروا البرنامج ده. افتكروا ان المرأة الفاضلة تتكلم كلام حلو، وان اللسان في ممكن يجيب حياة وممكن يجيب موت. في قوة في كل كلمة بنقولها. انت عايزة تقولي ايه؟ انت عايزة بركة؟ عايزة سلام؟ عايزة هدوء؟ ولا عايزة تمسكي شوية سم وتروحي رشاهم؟ لو حتى ده انت اللي بتعمليه ومتعودة عليه، قولي باسم الرب يسوع. نعم. انا هطفئ كل سم أنا رشيته، كل نار أنا فتحتها على نفسي وعلى بيتي، أنا يا رب بعتذر عن كل كلمة قلتها سببت نار، وروحي واعتذري. ومش بس كده، خدي قرار. نعم. إنك ما تعمليش كده تاني. هتبص تلاقي الفرحة حتى جسمك والبيهيلد، جسمك هيخف، لأن يس. جسمنا بيستجيب لكلامنا. دي كلها قرارات إحنا بناخدها واختيارات إحنا بنعملها. اختاري النهاردة انك تتكلمي الكلمة الحلوة، وقولي معايا انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بي